ولما مراد سأل عليه طلع الواد مش مظبوط يا نادي. مش مظبوط ازاي؟ بيعرف بنات كتير من اللي بيروحوا السنتر وعامل معاهم مشاكل، وفي بنت منهم اتجوزها عرفي وابوه اللي لم الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومراد عارف منين؟ من واحد صاحبه ساكن جنب السنتر. وهو ليه يسأل اصلا؟ ده اللي فارق معاك يا نادية؟ رد عليا، مراد سأل عنه ليه؟ عشان شافها معاه هي وصاحبتها. ولو افترضنا انه شافها معاه لوحدها، مراد عمل كده ليه؟ يا نادية شافها معاه في العربية، أخته قلق عليها. أخته؟ أخته يطلع لها أوضتها في نص الليل؟ ليه؟ مراد ما عملش كده. الباب كان مفتوح. يا نادية عليها أنت يعمل كده ليه؟ وهي هتتبلى عليه ليه؟ ابنك بيكذب يا حسن. مراد ما بيكذبش. ده على أساس إيه؟ ما هو مصاحب البنت ومخبي عليك أنت وعلى أخواته، دلوقتي بقى مراد ما بيكذبش؟ يكذب عشان بيحبه لكن ما يأذيش حد. أنا ولادي مش كده. يعني أنا اللي بناتي كده؟ أكيد ده مش قصدي يا نادية. أمال قصدك إيه يا حسن؟ حسن أنت ولادك كدابين. أمال علي عمل إيه؟ ومراد عمل إيه؟ مع إن ما كانش باين عليهم. هما بقوا ولادي دلوقتي؟ مش كانوا ولادنا؟ أنا بناتي خط أحمر يا حسن. أنت جاي تقول لي إن بنتي بصاحبة واحد وبتركب معاه العربية وماشية معاه وبتكذب عليا وبتتبلى على ابنك وعاوزني أسكت؟ بنتك عاوزة تمشي من هنا بأي شكل، بسبب بقى مراد شافها ولا بسبب حاجة تانية، ده اللي لازم نناقشه. اديني أمارة واحدة تخليني أصدق ابنك الكذاب. أنا مصدقه. ما تفرقش معايا. أمال يفرق معاكي إيه يا نادية؟ اللي شفته واللي حصل. أنت بتزعقي ليه؟ عشان أنت مستفز. أنت اللي مش عاوزة تسمعي يا نادية. لما تقول كلام عادل كل اللي بتقوله هبل. خلي بالك من كلامك يا نادية. لما تقول كلام موزون أبقى خلي بالي من كلامي. أنا بقول لك الحقيقة. أنت بقى عاوزة تفيني راسك في الرمل، ده موضوع تاني. بنتك ماشية مع الولد. اسكت خالص يا حسن. وما تجيبش سيرة بنتي على لسانك. ولحد كده وكفاية. يعني إيه كفاية؟ فهمها زي ما تفهمها. لا أفهمها. يعني خلاص دي آخرها يا حسن، وأنا قلت لك من الأول إن بناتي خط أحمر. يا نادية سيب إيدي من فضلك. أنت بتسيبيني يا نادية؟ ولو هسيب عمري كله عشان خاطر بناتي أنا هعمل كده. طلقني. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.